استوعبتش يعني انا ما استوعبتش، انا كنتش قادره افكر انا المفروض هطلع وهتصرف ازاي. فتحت الباب وطلعت على طول. قال لي انتي مرتاحه كده؟ قلت له مرتاحه. قال لي خلاص. في الحقيقه انا ما شفتش بجاحه اكتر من كده، انه كمان مقبوض عليه وبيهددها وبيقول لها ارتحتي، وتقول له اه ارتحت. كلنا ارتحنا لما انت اتقبض عليك وكل اللي زيك يتقبض عليه. النهاردة معانا حوار وتصريحات الأستاذة المحترمة اللي أنقذت الطفلة من إيدين المتحرش اللي الله أعلم كان ممكن يعمل إيه تاني، لولا إن هي خرجت وإنها كانت جريئة بالقدر الكافي إنها تقف قصاده. كلامها وتصريحاتها فيه حاجات كتير بتنم إن هي شخصية شجاعة، وكلام كتير وإشاعات طلعت عن حاجات اتعرضت ليها في شغلها ومشاكل كتير حواليها، وطالعة النهاردة بترد على الإشاعات دي وبتتكلم وبتقول تفاصيل كل حاجة حصلت ما بينها وما بين الراجل ده. بس الاول فضلا وليس امرا، يا ريت لو لايك على الفيديو، ولو حضرتك اول مره تشوفني او مش مشترك في القناه نورني بوجودك معانا. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده مع منعم. نبدا كلامنا بالصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وزي ما وعدت حضراتكم كل ما يظهر جديد عن الموضوع بتاع المتحرش ده هطلع واعلن لحضراتكم، لكن الحمد لله ما كملناش كام ساعه من نشر الفيديو. طبعا الفيديو كان انتشر بعد ما الاستاذه اوجيني او الاستاذه انجي نزلت الفيديو بتاعها بحوالي دقائق معدوده. نزلنا الفيديو وانتشر بشكل كبير جدا والناس كلها اتكلمت عنه، والحمد لله اتقبض على المتحرش. وهجيب لحضراتكم واحنا بنتكلم كده خط سير المتحرش لما دخل وهي واجهته وابتدت تتكلم معاه بحدة طبعا، وقالت له ان الكاميرات صورتك، وساعتها انسحب تماما من الموقف وخرج برا المكان اللي هو موجود فيه، العمارة اللي بالمناسبة هو مش ساكن فيها ولا حاجة، ولكن هو استدرج البنت اللي هي بائعة المناديل، استدرجها للعمارة دي وقال لها تعالي وهجيب لك حاجة حلوة وهديكي فلوس، وخد البنت. استغل ان البنات يعني اللي بيبقى حالتهم بالشكل ده ما هيصدقوا او هيفرحوا بكده، وخدها على العمارة دي، ودي بالنسبة له عمارة عشوائية. وزي ما حضرتك شفت هو خرج يجري من خوفه ومن جبنه من اللي حصل، وده بسبب الأستاذة الشجاعة المحترمة اللي طلعت وواجهته. وخد بالك عشان بس لو بتتكلم على حتة ان الشخص ده اتفضح او كده، كل واحد مننا وقلناها قبل كده عنده رصيد من الستر. الراجل ده لما يحصل معاه كده ويتفضح بالشكل ده اكيد اكيد ربنا ستر عليه مرة واتنين وتلاتة، وفي الاخر خالص هو ما استاهلش او ما عملش بالستر اللي ربنا ستره عليه، عشان كده فعلا كانت فضيحته بالشكل ده. ونيجي بقى للأستاذة انجي او اوجيني اللي شغالة في معمل التحاليل، ولما دخل المتحرش ده للمكان وراء البنت هي ما استنتش وخرجت على طول، ويمكن ده من ستر ربنا على البنت الصغيرة، ومن خلاص يعني ده كده الراجل ده فعلا فعلا رصيده من الستر خلص، عشان كده فعلا حصل حاجة زي دي وهي ما ترددتش لحظة، وده اللي حضراتكم هتسمعوه منها. يعني انا ما استوعبتش، انا كنتش قادره افكر انا المفروض هطلع وهتصرف ازاي. فتحت الباب وطلعت على طول. عملت ايه يا حبيبتي ساعتها؟ واتكلمت معاه وشديت معاه. طبعا لما سمع ان في كاميرات مراقبه انسحب تماما وهرب من المكان وجري زي ما حضراتكم شفتوه في الفيديو اللي قبليه. وعلى الجانب الاخر بقى استاذه انجي خلصت شغلها تماما وخدت الفيديو ده وطلعت بيه على النيابه ونشرت الفيديو، وبعد ما نشرته استاذنت زوجها المحترم وقال لها فعلا انشريه وانت معاكي حق. وهنا بقى عند النقطه دي قبل ما نكمل يجي دور مهم جدا للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا مليانه اضرار ومليانه حاجات بتضر باولادنا او بتضر بعقول ناس كتير، او ناس كتير بتستغلها بشكل مش كويس ابدا، ولكن ده من منافع السوشيال ميديا ان الفيديو في ساعات قليله قوي تقريبا مصر كلها شافته، والراجل هرب من مكانه وراح استخبى في مكان تاني، لكن برضو الحكومه فضلت وراه او الشرطه فضلت وراه لحد ما جابته واتقبض عليه. واللي يجنن بقى وعند مكانه موجوده هناك وعند التعرف عليه، يعني لما اتقبض عليه بيرد عليها وبيقول لها انت كده ارتحتي، يعني حاجه بصراحه مستفزه بشكل مبالغ فيه. قال لي انت مرتاحه كده؟ قلت له مرتاحه.
طبعا حاجة مستفزة جدا، ولكن الجميل في الموضوع ان هناك الضباط والناس في قسم الشرطة تجاوبوا معاها جدا وقالوا لها كملي وكل الناس معاكي وكل الناس موافقة على اللي انت بتعمليه واللي انت شايفاه صح، ودي كانت حاجة كويسة قوي. اما بقى اللي زي ده فموجود وموجود منه في كذا مكان، ولكن محدش بيصور، محدش بيجيله الجراءة ان هو يعمل زي اللي عملته استاذة انجي. ناس كتير بتحاول تبعد عن المشاكل، زي برضو عن عندهم ألف حق أهل البنت اللي دلوقتي خلاص الأفضل فعلا إن هما ما يظهروش، أو عشان خاطر البنت، لأن مع الوقت البنت دي برضو لو طلعت وحد سجل معاها دي مش هتبقى حاجة كويسة أبدا، فمن الأفضل فعلا إن هما ما يظهروش. فناس كتير بتخاف على نفسها عشان خاطر ما تعملش مشاكل، وبالتالي اللي بيعمل حاجة غلط بيستمر زي ما هو. فالحمد لله ده هيخوف ناس كتير ممكن تعمل حاجة زي دي، بس مش هبقى بفاجئكم لما أقول لكم إن في ناس بعد الموضوع ده ما يعدي ويتنسي ويروح لحاله، ناس هتبدأ تكرر فعلتها ومش هتخاف. عشان كده بنقول لازم يبقى فيه قانون واضح ورادع لحاجة زي دي، قانون فعلا يعاقب بصرامة شديدة جدا لأي حد يعمل وقعة من الوقائع دي. وليه بنقول كده؟ لأن كتير أوي بنسمع عن تحرش بأطفال أو كمان تحرش بكبار، زي الدكتور باسم سمير اللي بيتحرش بالفنانين وعليه قضية دلوقتي، وغيرهم طبعا زي الراجل اللي اتحرش فيه التجمع بطفل ما بين لما فتح باب العربية ما بين عربيتين وابتدى يعمل حاجات مش كويسة مع الأطفال، وآخرهم ده وغيرهم كتير. عشان كده بنقول لازم يبقى فيه قانون لحاجة زي دي. آسف لو طولت على حضراتكم، ولكن الموضوع فعلا يستحق، وكل ما هيطلع حاجة جديدة بخصوص الموضوع ده هطلع واعلنها لحضراتكم ان شاء الله. فتابع معانا، ولو حضرتك لسه مش مشترك في القناة نورني بوجودك معانا عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم منعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.